هو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت لا تملك لنفسك لا نفعا نفعا ولا ولا ضرا. ضرا، مفيش حد بيملك لنفسه حاجة في الكون نفعا ولا ضرا إلا ما شاء إذا جاء أجلهم هم لا فلا يستأخرون يستأخرون ساعة. ولا يستأخرون. يعني دي لايقة على دي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل كل ذي فضل فضله، وإن وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دي هود. أيوة دي في يعني أول سورة هود. يمتعكم إلى أجل مسمى يعني إيه؟ بص خليك عارفين إحنا دلوقتي الدنيا اللي إحنا فيها كلنا دلوقتي بمثال بسيط كلنا بنتمتع في هذه الدنيا إلى أجل مسمى. يعني أنا مثلا أنا دلوقتي مثلا عايش في الدنيا ديك مثلا ملك عايش أي حاجة غفير أي شيخ. حاجة شيخ مثلا مثلا يتمتع في هذه الدنيا إلى أجل مسمى ليا وقت محدد خلاص وهيجي عنده مش هتبقى شيخ بقى. لا فضلت خلاص الشيخ هتبقى هناك في الآخرة مش هتبقى شيخ. لا ما هي كل الألقاب خلاص بتروح بقى. ولا شيخ ولا ملك ولا أي حاجة أمير كل الألقاب بتروح ولا رئيس ولا وبتنزل هناك بيجي لك ملك الموت يخبط على راسك ويقول لك سيب اللي في إيدك وتعالى لسيدك ما فيهاش كلمتين خلاص. فأنت بتروح لسيدك هناك بقى ما فيش أنت هناك عبد بقى أنت هنا في الدنيا عبد بس هل انت حققت معنى العبودية؟ لو حققت معنى العبودية في حال الدنيا لما تروح في القبر بتاعك انت بقى سيد. طب انت بقى هتبقى حافظ الاجابات يا فضيلة الشيخ؟ لا ده متهيألك ما هو الموضوع مش كده خالص. ليه بقى؟ هقولك دلوقتي حافظ صم كل ما حاجة هقولك ما شاء بس يا هقول هو حافظ قول لنا. طيب ممكن تبقى حافظ لكن العمل المطلوب مني ليس الحفظ وليس الفهم المطلوب مني العمل انا عملت ولا ما عملتش. يعني شوف انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه واقول لكل الناس بقى في ختام شهر رمضان. ربنا فرض الصيام انا بدور انا استفدت من الصيام ولا ما استفدتش. لو كنت استفدت من الصيام فبها ونعم. لو انا ما استفدتش من الصيام يبقى الصيام ما كانش له لازمه في حياتي. استفدت بمعنى ايه؟ يعني اتحققت من التقوى يعني جعلت بيني وبين غضب الله وقايه يعني انا بقدر امسك نفسي لو حد جه شتمني ووزعني اتغيرت لازم الشهر اتغير لازم اتغير صح ولا قضيت الشهر برضو بتلعن وتسب وتشتم وكذا. انا مسلم مثلا ايه الاسلام افادني بايه؟ ما لازم يبقى عندي نتيجه. انا دخلت في الاسلام معنى ان انا دخلت في الاسلام يعني ما بستمش حد ما بسبش حد ما بلعنش حد ما بعملش كذا. انت شيخ بقى انا مثلا كرجل مثلا شيخ رجل دين مثلا راجل دين ورجل صدق. مسؤول عن الدعوه مسؤول عن كذا لازم يكون انا قدوه لغيري يعني ما ينفعش انا اقلل من الكلام ده. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ايوه دي من اخطر ما يمكن يعني احنا بنقول حاجه رعب بقى رعب. ايوه خلي بالك احنا اصعب ناس واول ناس والعياذ بالله لو ما التزمنا بما نقول اول من تسعر بهم النار. يا ساتر يا رب ماليش دعوه بيك المشايخ ما انا هقول لك اهو لا ماليش دعوه بالموضوع انا بكلم الذي لا الذي يا رب الذي لا يطبق ما يقول الذي لا يطبق ما يقول اول من تسعر بهم يا رب يا رب فممكن عالم ويدخل اول واحد جهنم لانه لم يفعل ما قال ونعوذ بالله او في بقى في خداع ايوه طبعا او مخادع او منافق